Hello, Giovanni. Hi. We're so happy to have you with us at the Lebanese Independent Film Festival. Can you please tell us about yourself? Okay, Giovanni Munzer, director of Tramway Beirut. هذا الفيلم عمل بال 2022 وخلص بال 2023 وانا اوريدي بالفيلد الي 5 سنين. خبرنا عن الموفي تبعك, شو الانسبيريشن, شو السينوبسيس تبعه؟ اوكي, الموفي هو اول شيء بيحكي عن ولد صغير عمره 8 سنين اسمه جو. سته كانت خبره كثير عن بيروت الستينات اللي هي على ايامها. الموفي عم بيصير بال 1992, فدائما تخبره عن ترامواي بيروت, عن اسواق بيروت الحلوه. فبيقرر انه ينزل يشوف بيروت, بيصير يجرب ويشوف كيف بده ينزل. من بعد ما تموت سته بعد هالصدمة بيقرر ينزل على بيروت, وبيشوف انه بيروت مدمرة هون, بتكون بعدها خلص الحرب بال 1992, وبيشوف بيروت كلها مش مثل ما خبرت سته, ما بيلاقي ترمواي, ما بيلاقي شيء. واخر شيء في عندنا مثل open question, بيكون عم يسأل اذا انه بعدك بتحبي بيروت, بنشوفه باخر موفي. هيدا مثل open question كان للأودينس. Was the movie based on a real story or اوكي؟ هو في كومبينيشن بين ريل ستوري وبين احاسيس كانت موجوده, فيلينجز تجاه سته وتجاه بيروت. فحبيت اعمل هاي كومبينيشن وفرجي المقارنه بين سته وبين بيروت, ده هن عن جد بيشبهوا بعضهم. فانا سته ماتت بضل حبها, بضل شوفها حلوه من بعد ما تموت, وهيك بيروت فهي ماتت, شو لازم اشوف فيها؟ لازم اشوف القصص الحلوه او لازم اشوف القصص البشعه؟ Very nice. We're so excited to see your movie. What's next for you? Any upcoming projects? هلا كشورت فيلم هلا ما في شيء, كموفي اذا عم فكر بدوكيومنتري كمان عن ست ختياره, ان شاء الله بكون سنه الجايه. انا متعرض معنا كمان. يس, وهلا عم نشتغل على ست كوم كوميدي. صورنا البايلوت وان شاء الله هيك بنقدر نكون عم نصوره كله كمان ينعرض على السوشيال ميديا وعلى التي في. Wishing you best of luck. Giovanni Munzer, thank you a lot. We're so happy to have you with us at the Lebanese Independent Film Festival. Best of luck, and we're excited to see your movie. Thank you.